بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، سلم اليوم وزير الطاقة والمناجم بتونس دعوة لرئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد من طرف أخيه الرئيس عبد المجيد تبون لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة. وبالمناسبة نقل له التحيات الأخوية للسيد رئيس الجمهورية مجددا له تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، متمنيا له وللشعب التونسي أصدق التهاني بمناسبة الذكرى 61 لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي. قد نقلت له لفخامة الرئيس تحيات السيد الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء عيد الجلاء في تونس، الذي كذلك يتزامن مع الاحتفال في الجزائر بثورة اندلاع الثورة الجزائرية في أول نوفمبر، الثورة المجيدة. كذلك كل القضايا بخصوص تمتين هذه العلاقة من التطورات الاقتصادية والشراكة الموجودة بين الجزائر وتونس.